لم تستح الكهرباء منها، وهي أمام مجلس النواب تعرض برنامجها العام. حكومة بحاح قدمت برنامجا بدا هو نفسه برنامج سلفه بحسب أعضاء في المجلس، باستثناء تغيير في مقدمته تمثل في إضافة بنود اتفاقية السلم والشراكة. العمل على إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، أهداف عامة وضعتها حكومة بحاح في برنامجها، لكنه لم يحظى بقبول بعض الأعضاء الذين رأوا أن الحكومة لم تضع خططا استراتيجية لبعض القطاعات الاقتصادية منها خصوصا. ذكر ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها، على رأسها خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق، ونحن نعلم ذلك، ولم يذكر أي استراتيجية أو خطة للحد من هذا أو يعني لتفاديها مستقبلا. أعضاء آخرون قالوا إن البرنامج الذي قدمته الحكومة يعد نوعيا واستثنائيا، ووصفوه بأنه صريح وشفاف، مشيدين بكفاءة وزراء الحكومة. لكن هناك من خالف هذا الفريق وأرجع هذه الإشادة إلى استحواذ بعض الأحزاب السياسية على غالبية حقائب الحكومة، مشددين على وجوب النظر في البرنامج من منظور وطني لا حزبي. الحكومة في برنامجها لم تجد بدا من الإقرار بتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون وما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة وصلت إلى أكثر من 1,400,000,000,000 من جراء الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، بالإضافة إلى اتساع نطاق الفقر إلى 54% وتفاقم مشكلة البطالة إلى 33%، لكنها وعدت في برنامجها بمعالجتها ووضع حد لها. الأعضاء قبيل بدء سرد الحكومة لبرنامجها استنكروا محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب صغير بن عزيز، مطالبين وزارتي الدفاع والداخلية بسرعة القبض على الجناه وإحالتهم للعدالة ووقف مسلسل الاغتيالات المتكرر في اليمن. خالد أصايدي، اليمن اليوم، صنعاء.